احنا هنا بقى كابتن هشام في وسط الملعب اللي انت ابتديت فيه حياتك الكرويه وبنفتكر اللحظات الحلوه. اللحظه الحلوه برضو بعد ما تاهلت خلاص لكاس العالم في ايطاليا 90 ورجعت المنيا، بقى عايز اعرف استقبال اهل المنيا ليك والافراح اللي كانت موجوده هنا. يعني بامانه طبعا انت يمكن عشت كل المواقف ديت. بعد الفرحه في القاهره بقى والزخم والليله والكلاكسات والشوارع، انت بيبقى عندك حنين تروح لاهلك يعني، او تروح لموطنك لبلدك يعني، عشان تفرحهم اصدقائك واصحابك واخواتك وابوك وامك والكلام ده كله. فطبعا لقيت طبعا ما كانش فيه محمول، هو فيه على بال ما سيبنا الاوتيل دار الدفاع فندق كان فيه كام رقم كده اتصلوا بيا يعني مبروك. طب احنا خلاص، انما مفيش محمول زي دلوقتي مفيش بس مباشر مفيش حاجه خالص يعني. انما جيت في نفس الليله احتفلنا وتم التمام، والكابتن قال لي يلا كل اسبوع راح لحد ما نشوف القصه ايه. على طول دايركت طبعا عديت سلمت على اختي وابن عمي جوزها واولادهم في حلوان، وانا رحت مكمل على المنيا. طبعا جيت على سمروت، على ما وصلت كان الساعه 3، لقيت البلد كلها في انتظار يعني قبل الفجر كده يعني، من على الطريق وفي الشوارع وجنب البيت يعني كانت زفه بلد، زفه جميله زي ما انت بص الناس بطبيعتها كانت عايز تفرح وبتفرح كمان، خاصه لما يكون في عشت انت التجربه دي برضو. او اي لاعب من اقليم او من مكان بيعيش الحته دي لما ترجع لمقرك او مقر راسك، في نفس الوقت المنشا بتاعك البلد البسيطه بتاعتك، بيبقى الناس فرحانه بيك يعني، كان هم اللي انجزوا وهم اللي اصحاب الفرح الحقيقي. فكانت ليله طبعا بخلاف بقى رئيس مجلس المدينه، مجلس مركز الشباب بقياداته، كل الناس تحتفل، اللعيبه كانوا بيلعبوا معايا هنا باستمرار، اصدقائي من المنيا اللي مش اللعيبه جولي، المحافظ بعت لي تهنئه وبعت لي مندوب نادي المنيا عمل حفله وعمل تكريم. لا طبعا كانت مكافاه الصعود كانت كام؟ مكافاه الصعود يعني والله انا طبعا كل جيل وليه وقته. المكافاه كانت كام بقى؟ شهاده استثمار 20,000 جنيه، شهاده استثمار للي لعب كل الماتشات. انا لعبت 7 من 8، خدت 17.5 بس عباره عن كوبونات شهاده استثمار. دي المكافاه اللي هي اخذناها حصلنا عليها، بخلاف ان الكابتن الجوهري كان بعلاقاته هو بقى برجال اعمال بدا يجيب مثلا ايه من هنا من هنا من في حدود مثلا امير سعودي مثلا شركه كذا حاجه كذا، جاب في حدود مثلا زيهم او اكتر منهم بشويه. كنت هداف التصفيات وقتها الحمد لله. كرصيد كم هدف تفتكر؟ 3 أهداف من 7 أهداف مجمل أهداف مصر، منتخب مصر سجل منهم الكابتن هشام عبد الرسول 3 أهداف من منتخب مصر، 3 الحمد لله. وكان سبقني طبعا الكابتن محمد رمضان هدف، كابتن علاء ميهوب هدف، كابتن إبراهيم حسن هدف، أدي 3 و3 أنا 6، وآخر هدف حسام حسن في الجزائر 7 أهداف.